كمان كل القوى السياسية والحزبية وأيضا الكيانات الأهلية والإعلامية أصدرت بيانات داعمة للموقف المصري ولقرارات الرئيس السيسي فيما يخص القضية الفلسطينية. كمان فيما يخص الحفاظ على مقدرات الوطن واستقراره، أكدوا على أن الدولة المصرية قوية وذات سيادة وتمتلك من الإمكانات والقدرات ما يضمن أمنها القومي واستقرارها والحفاظ على أراضيها. تواصل القوى السياسية والأحزاب والكيانات الأهلية والإعلامية التفافها الرسمي ودعمها لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييد موقف الدولة المصرية والاصطفاف مع القيادة السياسية في كافة الإجراءات والتدابير التي تراها في صالح الحفاظ على مقدرات الوطن واستقراره، مؤكدين على أن الدولة المصرية قوية وذات سيادة وتمتلك من الإمكانات والقدرات ما يضمن أمنها القومي واستقرارها والحفاظ على أراضيها. وأعلنت الأحزاب السياسية أن جموع المصريين الذين خرجوا لتفويض الرئيس السيسي مسبقا لن يتوانوا في الاصطفاف مجددا مع القيادة السياسية حفاظا على مقدرات الوطن واستقراره الراسخ. وأكد تحالف الأحزاب المصرية والمكون من 42 حزبا سياسيا أن جميع رؤساء الأحزاب أعلنوا تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبا لدعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري. كما أكد حزب المصريين الأحرار أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني كلمة تاريخية وضعت العالم أمام مسؤولياته أمام الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق. أكدت الحركة المدنية الديمقراطية أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عبرت عن المشاعر الوطنية في مصر ورفضها للمجازر التي ارتكبتها إسرائيل في حق الفلسطينيين، وتؤكد رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية وارتكاب نكبة جديدة في حق الشعب الفلسطيني. أوضحت الحركة المدنية أن محاولات الكيان الصهيوني بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء ومن الضفة الغربية إلى الأردن من الممكن أن تهدد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، لأن المقاومة ستنتقل من غزة إلى الحدود المصرية. كما دعا مجلس أمناء الحوار الوطني كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر في بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري يومها في هذا المكان يعد رسالة هامة في الذكرى 50 لهذا النصر العظيم. نشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في بيان رسمي له كل المنظمات الدولية بجميع دول العالم باتخاذ موقف سريع وحاسم لوقف الاعتداءات الآثمة على المدنيين العزل من السلاح من أبناء غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمصابين والأطفال والشيوخ، بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الإنساني داخل القطاع أصبح كارثياً. ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقفة احتجاجية تضامناً مع الشعب الفلسطيني وللتنديد بالجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والنساء والأطفال من أهالي غزة. وأكد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأييدهم ودعمهم الكامل للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان الرفض التام والقاطع والحاسم لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء. كما أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تأييده الكامل لموقف الدولة المصرية وشدد على جاهزية المتطوعين بداخل كافة كيانات التحالف لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعدم إجبارهم على التهجير القسري في سيناء. كما أكد على حجه لكل الجهات الدولية لاستمرار الاعتصام أمام معبر رفح الدولي حتى دخول المساعدات. كما عبر قداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن استنكاره البالغ لما يحدث في فلسطين من قصف ودمار وخراب وقتل متعمد، موضحا أنه ليس هناك أي شيء من التكافؤ في الحرب، مضيفا قلوبنا تعتصر ألما مما يحدث في غزة، هناك أعداد كبيرة من القتلى والضحايا والجرحى والمشردين، وباسم الكنيسة القبطية ندين هذه الأعمال الوحشية والإجرامية، فالإعلام ينقل مظاهر في منتهى الأسى والألم. وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن تأييدها كأحد مؤسسات الدولة المصرية موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم وتدعمه في مطالبه للتفويض الشعبي
والاصطفاف من خلفه في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين. كما تابعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الموقف المباشر والواضح الذي أعلنته مصر ممثلة في القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستشار الألماني. وتؤيد الشركة بكامل الفخر والاعتزاز موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالاً، ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار العشرة أيام الماضية. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تؤكد أن موقف مصر جاء متسقاً اتساقاً كاملاً وواضحاً مع الإرادة الشعبية المصرية عبر التاريخ، وأنه حمل على لسان الرئيس موقف 100 مليون مصري واستعدادهم الكامل للخروج تأييداً لما قاله الرئيس، والذي عبر عنه بوضوح كعادته رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر، موضحاً خطورة مثل هذه الأفكار التي يمكن أن تجر المنطقة إلى حرب جديدة بين مصر وإسرائيل بعد عقود من السلام. وتثمن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلك التحذيرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تتسق وتتطابق مع مشاعر جموع المصريين، حينما أكد أن التهجير معناه الوحيد والراسخ هو القضاء على القضية الفلسطينية بشكل نهائي. وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة تأييدها ودعمها الكامل لقرارات الرئيس بشأن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ورفضه الواضح لاستهداف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل. أوضحت الهيئة دعم ومساندة الصحافة المصرية القومية للموقف المصري وحكمة الرئيس في التعامل مع الأحداث الراهنة والتي تأتي من خلال إدراك سيادته لخطورة الموقف ومحاولاته المستمرة للحفاظ على مضمون القضية الفلسطينية ودعوته لإيقاف نزيف الدماء والمجازر المتلاحقة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. وأيضا أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين والعاملين بها على تأييدها للموقف الشجاع والصلب للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن محاولة تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم وإجهاض القضية الفلسطينية وإفراغها من مضمونها. أكدت الهيئة الوطنية للإعلام مواصلة دورها وواجبها الوطني في تقديم المساندة والدعم والمساندة الإعلامية للقضية الفلسطينية وللأشقاء الفلسطينيين في مواجهة انحياز الإعلام الغربي وضحض الأكاذيب وتوضيح الحقائق من قتل وتدمير يرتكب في حق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف مصر الثابت من القضية قيادة وشعبا حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة والمشروعة.